حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الزمان يخطب الغلام كما تخطب الجارية، ويغار على الغلام يعني الولد كما يغار على الجارية، مثل زمان الحين هو بعض الشباب يضارب عشان الولد حقه، صح ولا لا؟ ويدافع عن الولد حقه، ويعني يصرف على الولد. يغار على الغلام كما تغار على الجارية، ويزين الغلام كما تزين الجارية، ويخطب الغلام كما تخطب الجارية، ويعني بجمعها حديثين، ويمشط الرجال ورؤوسهم كما لبعضهم كما تمشط المرأة شعرها لزوجها. يعني ما هو قصة الرسول تمشي شعرك، لا، لكن بعض الشباب يفرقه ويقص من هنا وقص ما يدي عشان إذا نزل يمشي وشعره. ويمشط الرجل ورأسه كما يمشط المرأة شعرها لزوجها، ويكتفي الرجال بالرجال يعني حب شاب لشاب، وتكتفي النساء بالنساء يعني بنت مع بنت، ويتشبه الرجال بالنساء وتتشبه النساء بالرجال، فعليهم من أمتي لعنة الله. ما هو بقاب، بس ليش أكون ظالم وأدخل في هذا الحديث وهذا الشيء؟ يا أخي افتخر برجولتك، أضخم جنسك اشتغل، أضخم فنيلة لكن كل نشطي واسعة طويلة والجنس واسع وسادة وألوان رجالية، بس مشط شعرك وربه تربية رجال، مشط تمشيطة رجال، بس بتحلق الدقن يا أخي ربي شنبك وخفف شيء بسيط، بس أنت يا فلانة أفخم عباء وأنظذي لكن جنسك ولباسك هذا في البيت مع زوجك، أما بنت عادت في الثانوي والجامعة باقي قدام أخوانها بالسكيني ما ينبغي. أسأل الله يبيض وجهه. أحبابي أختم وأقول اللي ما سمع كلامي طول اليوم ممكن يخرج من هذا الجلسة ويقولني ظالم، لكني بقول لكم يا الربع، ما هو بعيب إن ظلمنا أنفسنا، لكن العيب إن نستمر في الظلم، نستمر في الظلم، نستمر في الظلم. اسمعوا ايش يقول الله جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أسأل الله يغفر ذنبي وذنبكم في ذا الساعة. لكن اسمع الشرط يا الظالم، أنت يا أبو راشد اللي ظلمت نفسك وغيرك مثلك، وأنت يا فلان اسمع، الله رحمته واسع، لكن اسمع يا من ظلمت نفسك وظلمت نفسك، اسمع ايش الشرط. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أنت تعلم أنك ظالم وغيرت فطرتك في لباسك وألوان نسائية والأحمر والبنكي وذي وألوان والألوان يعني الذي والكتابات، ما هو عيب، لكن العيب انك تستمر، العيب ان كرامتك وذي تنزلها بتطيحني وبن الفنايل القصيرة وذي، العيب انك تستمر في هذا اللباس ووجهك يعني نظفته من الشعر وتخيلت وتخليت عن رجولتك كلمة رجال ذكرها الله في كتابه 50 مرة.